العلاقة الزوجية. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. اصفر بذات الدين تربك يداك. نقوم نختار المرأة لذات الدين، مش لجمالها لأن جمالها زائل، مش مالها لأن مالها قد يطغيها، مش حسبها لأن الحسب ده يمكن عليه ما تتفقوش وبعدين يبقوا ضده وخطوبه. أمال إيه لدينها؟ لأن عنصر التدين كلما مر به الزمن يربو ويقوى، لكن الأشياء الأخرى كلما مر بها الزمن إيه؟ تذبل وتضعف. طب أدي من ناحية المرأة. نيجي في الرجل، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض. تبقى الزوجة ذات دين والزوج من ترضون دينه. لما إذن الأوأد اللبنة، فإذا كان الزوج ذات دين والمرأة ذات دين يبقى تضمن إن سلوكهم مع بعض هيبقى كويس، ويبقى سلوكهم مع من ينجبون يبقى كويس. أدي أول حاجة في خدمة الله. إذا كان الاثنين ذات دين يبقى الراجل مش هيعمل شيء والمرأة تعمل، يلتقوا على الخير، مش ده له شيء وده شيء وده يدي مسل وده ويا بعض. والطفولة نعرف ان احنا ما بنوديش الولد يتعلم الا في سن 6. هو الولد يتعلم، ده الولد بيتعلم بمجرد ما جوارحه تيجي توجد، عينه ويدنه وحواسه كلها بتتربى ويفهم وهو صغير، ويفهم بالحال قبل المقال. يعني هو قام يشرب من الاولى ليه؟ ما حدش خطبه بخطاب يفهمه يقول له اشرب من القله، انما هو شاف والد لما يقوم يشرب من القله فعرف انه يشرب، وعرف انه ياكل، وعرف انه يشرب، وعرف انه لما ابوه ينزل يروح دوره المي، فعرف قبل ان يفهم المقال علم بالحال. فتبقى التربيه بالحال قبل المقال. الولد لما بيشوف ابوه وامه متدينين ساعه ما ادان الاذان جه قاموا يصلوا، ساعة ما بيسمع هو الأذان يروح جايب المصلية وفريده وواقف برضه وياهم. إذن يعني ربي بالحال قبل الإيه؟ قبل المقال. وإياك أن يختلف قولك عن عملك. ده اللي بيفسد التربية كده. يعني راجل قاعد يشرح لابنه الصدق وميزة الصدق وخلاص محاضرة، وبعدين ضرب الجرس فقال له يا ولد إن كان فلان قول له أبويا مش هنا. أو ادم كل اللي قالوا له يا ابن الكال بليكوا كلام ينقال وليكوا فعل ينفعل، الثقه بتاعته تضعف ابوه، فسد التربيه. فلو احنا عملنا كده المجتمع كله يبقى سليم، ولا تبقاش البدع اللي انت بتقول عليها انتشر دي. لان بقى التربيه الاسلاميه 7 نربي، و7 نأدب، و7 نصاحب. نربي يعني ايه؟ نربي يعني نوجهه الى الخير، ونغلط نصحح له بدون عقوبه. لا يا دي انا مش قلنا كده، هذا التربيه. الادب انا وديت له الاصول، لما يجي يقول له انا مش سبك قلت لك كذا 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 أدب. وبعدين 7 بقى الثالثه هي دي بقى اللي فيها الخطوره، لان جد في نفس الواحد والوحده شيء ما كانش موجود، اللي هي المراهقه والغريزه. فالغريزه هتخليه يعمل كده نقول له بقى قلل تواجده مع نفسه اولا، وقلل تواجده مع قرناء السوء. كل تعالى اقرا لي الجرايد، تعالى زور لما نروح نزور فلان، تعالى تل وقتك كده. ان مرت 7 بهذا الشكل لا يفسد واحد بعد 21 ابدا. ولذلك قال ربه 7 وادبه 7 وصاحبه 7 ثم اترك حبله على غريب ما عادش يحصل منه اي احنا ما بنعملش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. صدق الله العظيم. واجب النفقة على الأولاد. الكلام في مهمة المرأة مع الولد الطفل ومهمة الرجل.
مهمة المرأة أن تحمله أولا ثم تتعهده في الرضاعة بحضانته حتى يستغني بنفسه. هي في العملية دي مين بقى يقوم بالمصاريف دي والنفقة؟ المولود لا يعني الأب. يبقى إذن المرأة لها مهمة في بيتها، حملت ووضعت وربت، والوالد هو اللي بيكدح بره في السوق يجيب لهم بقى الرزق والكسوة ومش عارف ايه بالمعروف، يعني لا هو مقتر ولا هو مسرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. الرجال ده صنف الذكور والإناث صنف الأنوثة، خلاص. مهمة الرجل إيه ومهمة المرأة إيه؟ حددها الله في أول آية نزلت أيام آدم. فلما يجي يقول الذكر والأنثى ضروري لعمارة الكون، وعمل لهم نظام عشان يلتقوا على صلاح وعلى وضوح يعني بدون تلصص. فلما ربنا قال لآدم اوعى تسمع كلام الشيطان، قال انت سمعت كلامه حصل اللي حصل وهتخرج من الجنة اللي كنت بتاكل فيها رغدا زي ما انت عايز، ولا بتتعب ولا بتعمل اي حاجة، ولا يخرجنكما اللي مين ومين هو وزوجته. كان الاصول يقول فتشقى يا تعبه، انما قال فتشقى بس، كأن المرأة ربنا نجاها من الشقى وخل الشقى في حركة الحياة وكتحها لمين؟ للرجل. وهي تفضل ست بيت زي ما بيقولوا، تدير له ماله وتربي له عياله ومش عارف ايه. ومن الذي يقوم بحركة الحياة والمعيشة؟ الرجل. فالرجل هو الذي قوام على المرأة، يعني يقوم على مصالحها. احنا بنفهم انه قوام يعني ايه؟ افضل. لا، ده قوام يريحها بان هو يشقى في اسباب الحياة وهي تبقى في البيت، لانها هتحضن اطفال وهتبقى تحمل وبعدين تضع وبعدين تحضن اطفال وبعدين تدبر له ماله وبعدين تهيئ له المسائل الصالحة بحيث اذا جاء يبقى معنى قوامون قائم على امره. لما تقول فلان قائم على امر البلد يبقى معناها ايه؟ مسيطر، ولا هو مصالحهم كلها عنده؟ يبقى قوامون على النساء يعني قائمون على امر حاجاتهم وهم يفرغوا لمهمتهم الايه؟ الاساسيه. الحلف بالطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ محمد نطول الشعراوي، نود ان نعرف راي حضرتك عن جزاء من يحلف بالطلاق. من ايه؟ من يحلف بالطلاق. الانسان استحل زوجته بكلمة واحدة، زوجني زوجتك، ده في ارادة الالتقاء اكتفى بالكلمة، لكن في ارادة الفرقة بعد ما حدث عشرة او الف طلاق ما عملهاش كلمة واحدة، ما قالش لما تقولي انت طالق تروح زي ما خدتها بكلمة اطلع بكلمة، لا. بس الحق سبحانه وتعالى احترم الأعراض النفسية التي تنشأ عند النفس البشرية، فما عملش الطلاق بكلمة واحدة زي الجواز، خلاها ثلاث مرات، طلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لأنه لما يطلق وبعدين يراجع نفسه مش عارف إيه يرجع تاني، يطلق مرة تانية يرجع تاني، بقى نطلق ثالثة وبقى شغلانة بقى نقول له لا بقى خلاص حتى تنكح زوجة غيرها، ده كسر لأنفه وغيرته، نشوفك إن كان عايزها بقى يستنى لما تتجوز واحد تاني ويتمتع بها كده هو، وبعدين يطلقها طلاق طبيعي مش يستعمل محلل، لا يطلقها طلاق طبيعي. ف
فإذا عرف الإنسان كذلك يوم يتريس بقى وإيه بيحافظ على كلمة أبغض. ولذلك كان أبغض الحلال عند الله تعالى. الحرابة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم.